الحمد لله على مثلا النهارده، والحمد لله ان احنا حققنا الرمزيه وبارك لجمهور النادي الاهلي. وشايف ان يعني كان عندنا احسن من كده، ان احنا يعني كان عندنا امل ان احنا نوصل فاينل لاول مره، وكان عندنا امل ان احنا نحقق حاجه جديده للنادي، بس ما قدرناش نعمل ده الماتش اللي فات. والحمد لله احنا لما يعني خسرنا الماتش اللي فات كان عندنا هدف ان احنا ما نقلش انجاز عن اللي عملناه قبل كده، وان احنا لازم نحقق الرمزيه السنه دي عشان خاطر يعني ان احنا يعني ما حققناش حاجه احسن، نحقق اللي احنا بنحققه دايما، ما نقلش عن كده يعني. والبطوله طبعا كانت صعبه، والثلاث ماتشات اللي لعبناهم كلهم مع فرق جامده وفرق قويه، والحمد لله يعني ربنا كرمنا في الاخر بالبرونزيه. كل المباريات مهمه، سواء في الدوري او في الكاس او في السوبر اللي عندنا كمان كام يوم، التركيز كله في الماتشات كلها واحد. اوقات بيبقى معاك توفيق، اوقات بيبقى مش معاك توفيق، اوقات التركيز بيقل في المباريات بنسب معينه، بس التركيز كله في الماتشات كلها واحده. احنا عندنا لعيبه كلها كويسه وكلها جاهزه، اللعيبه اللي ما بتشاركش مثلا لو شاركت نزلت ترتيبها زيها زي اللي في الملعب، واحنا عندنا مجموعه كبيره من اللعيبه كلهم قد المسؤوليه، فلو واحد دخل واحد خرج ما فيش اي فرق، ما فيش اي مشكله. واحنا عندنا لعيبه كتيره وقادرين يعني بالنادي الاهلي. شايف ان كل مكان بنحط فيه جديد او كده بيزيد لي وعي اكتر في الملعب، ويزيد لي خبرات اكتر، وببقى حافظ كل المواقف وحطيت في كل المواقف، فبيسهل عليا الموضوع في الملعب. لو اتحطيت في اي موقف فانا ببقى جاهز لده او مريت بده قبل كده، فبيكون خبرات اكتر وبيكون وعي اكتر، فانا في الوقت الاخر بستفيد من التنقل في اكتر من مكان، وفي الاخر يعني بحاول افيد الفرقه اكتر قدر ممكن يعني.